بصوا يا جماعة، بصوا، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا البيض متلج، والله حاجة تحزن. والله البيض متلج، حمام سابه وقام، واللي مات وساب البيض بتاعه. بصوا والله حاجة تحزن فعلا. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. زي ما انتم شايفين كده الزغلول ده يعني خلاص. طبعا هنا كان في زغاليل، هنا او هنا، هنا في القفص ده كان فيه زغلولين وماتوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. هنا كان فيه زغلولين وماتوا، هنا العش ده كان فيه زغلولين صغيرين وماتوا. الحمد لله الحمد لله، ربنا يسترها يا رب. هنا مش عارف الزغلول ده ميت، لا مش ميت. الحمد لله ربنا يسترها عليهم يا رب. هو مأكل واحد والتاني مش مأكله على فكرة. الحمام نفسه كبير مرهق يا جماعة، يعني مش قادر. بصوا بصوا بصوا، الحمد لله. اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها يا رب العالمين. بصوا الحمام، بصوا الحمام عامل ايه، بصوا بصوا عامل ايه. طبعا مصورتش أساسا الحمام اللي مات، لأن مات عندي كتير جدا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال. بصوا ما كنتش أحب أبدا أبدا أطلع أعمل لكم فيديو زي ده، بس الحمد لله ربنا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الحمد لله أنا راضية، والله راضية، والحمد لله يا رب. الموت حق على جميع الكائنات الحية بلا استثناء، الحمد لله. بس بصوا يعني ما كنتش عايزة أطلع طبعا أديكم طاقة سلبية خالص. ايه اللي حصل عند الحمام وايه اللي وصل الحمام للدرجة دي؟ الحمام تقريبا تلات ارباعه مات تقريبا كده، لو مش اكتر. يعني انا مش ببالغ، والله والله ما ببالغ. الزغاليل اللي كانت عندي كاملة كلها ماتت من عمر ساعات لحد، يعني كان في زغاليل في عمر الفطام او في زغاليل مفطومة كانت خلاص يعني قربت ترمي ريش، وفي زغاليل كانت رامية ريش، وفي زغاليل كانت مريشة كده وهتتباع او هتتذبح في عمر الذبيح يعني. وفي ناس كانت حاجزه معايا زغاليل، في ناس كانت حاجزه معايا حمام شباب، في ناس كانت حاجزه معايا حمام كبير. الحمد لله على كل حال، كل ده الحمد لله الحمد لله. يعني بصوا في مثل بيتقال كده بالعاميه، اللي يجي في الريش بقشيش. الحمد لله. طبعا انتوا عارفين ارتباطي، ماذا ارتباطي بالحمام نفسي يا جماعه، بعيدا عن انه هو مشروع ومشروع، وبرضه لما حد بيلاقي كده المشروع بتاعه يقع كده قدام عينيه طبعا النفسيه بتتحطم. بعيدا عن ان هو مشروع، ارتباطي بالحمام نفسي، لان انا بربي حمام من كام سنه، بقى لي حوالي 15 سنه او ممكن اكتر. الحمد لله عمر ما حصل عندي الموضوع ده خالص خالص خالص. اول مره في حياتي، اقسم لكم بالله اول مره في حياتي يحصل الموضوع ده عند الحمام. يعني حصل معايا في الطيور كتير، كنت اجيب طيور ممكن كان معايا حاجه تموت حاجه تعيش، ما كنتش بزعل. لكن سبحان الله هو الحمام ارتباطي به نفسي. وغير انا راضيه، والله راضيه زي ما بقول لكم، يعني راضيه تمام الرضا، لان طبعا رضا بقدر ربنا، لان عارفه ان تدابير ربنا كلها كلها خير، وعارفه ان جوه المحن ربنا بيدي منح كده. فانا عارفه وشايفه، والله شايفه المنح بتاعه ربنا. يعني سبحان الله مهما بيحصل والحمد لله يا رب، واثقه في تدابيرك، يعني كله خير دايما، تدابير ربنا خير، اختيارات ربنا هي اللي في الخير اولا واخيرا، وانا راضيه. لكن اللي كان مأثر في نفسيتي ومضايقني ومزعلني ان انا شايف الحمام قدامي تعبان، الحمام بيموت يوميا، بلاقي حالات نافق، يعني حالات في حمام ميت، في حمام كاشش، قبل ما الحمام ده يموت يكون الحمام تاني كاشش، وهكذا يوميا يوميا. طب ايه القصة؟ عشان احنا برضو عايزين نستفاد منك وعايزين نعرف ونتعلم، هحكي لكم القصة وربنا يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ربنا يجعل الفيديو ده فعلا خالص لوجهه الكريم عشان غير يستفاد، لو حد منكم قابل الموضوع ده، لان طبعا كتير او بيشتكي من الموضوع ده اليومين دول، وكتير عنده الحالات دي الفترة دي او المرض ده الفترة دي. خلوا بالكم بالله عليكم، هقول لكم من اول القصة. والله ما كان اهمال مني، اقسم لكم بالله ان انا كنت منظفة اخر حاجة. طبعا حبايبي اللي متابعيني عارفين ان انا ايدي مع الحمام عم تنظيف يومي، غسيل، سقيات، اكلات، بشيل عشوش باستمرار، القفص دي بتتغير على طول بشكل دوري. وعارفين طبعا ان انا كل فترة كده
يعني كل كام شهر بعمل الحركة دي، بشيل طبعا الأقفاص اللي في المكان كله وبغيرها، وبغير طبعا التقفيص الحديد اللي انا عاملاها بال اسمه ايه ده، شايفين حمام بصوا بعمل ازاي، الحمد لله على كل حال. التقفيص اللي هي اللي انا حطها ادوار دي أقفاص برضو يا جماعة بغيرها، غيرت كل الكلام ده ونظفت الدنيا كلها ونظفتنا وظبطت وكنست الاوضه وظبطتها ورشيت في الارض. ركزوا في الحته دي عشان هاجي لكم دلوقتي وهقول لكم ايه مناسبه الكلام ده. يعني رشيت الارض رمل وبودره بلاط، ومن هنا كانت بقى المصيبه. طب ليه؟ هقول لكم دلوقتي، بس يا ريت تتابعوا معايا خلال الفيديو. بالله عليكم بالله عليكم الفيديو، لو انا بقول لكم في كل فيديو حطوا لايك يعني عشان الفيديو يرتفع وكده، لا، الفيديو ده بالله عليكم ما حد يدخل ويخرج من غير ما يحط لايك علشان غيره يشوف الفيديو، لان انا عايزه الفيديو ده ينتشر على قد ما تقدر، مش عشان مشاهدات، عشان غيركم يستفاد منه وربنا اعلم بالنوايا. تمام، انتوا شايفين بصوا الحمد لله برضو زغاليل برضو، يعني انا بصوا ما صورتش كل حاجه والله العظيم، الحمام اللي مات مني الزغاليل، بس الزغاليل دي ممكن يعني انا ما عديتش، لو كنت عديت هتطلع اكتر من 40 جوز زغاليل مات، غير الحمام بقى الحمام الكبير الحمد لله. ده حمام انا كنت جايباه جديد برضو يا جماعه، يعني مش قبل، يعني الحمام ده جالي في التوقيت اللي الحمام بتاعي كان في بدايه التعب بتاعه، في بدايه التعب بتاعه، الحمد لله مات منه فرد واحد الحمد لله، الحمد لله على كل حال الحمد لله. بس الباقي يعني هقول لكم لحقته برضو ازاي. بصوا يا جماعه الاسهالات دي، او بصوا لو شفتوا او لقيتوا الاسهالات اللي عندكم دي بالمنظر ده، طبعا اسمه ايه ده الادراك دي انا يوميا بغيرها وبغسلها وبعقمها بيود، يود بيطري، بتادين، كلور، الحاجات دي لازم تغسلوا وتعقموا الفتره اللي احنا فيها دي بالحاجات اللي انا بقول لكم عليها لازم. تمام، المهم اللي حصل عندي انا كنت منظفه الدنيا، وزي ما بقول لكم رشيت رمل في الارض وبودره بلاط، ما رشيتش اي مواد من مواد التعقيم، والا كنت هقول ممكن يكون الحمام يعني اتسمم او حاجه، برغم ان انا برش على طول وبعمل على طول، لكن والله المره دي ما رشيتش اي حاجه. تاني يوم هوريكم بقى الحاله اللي انا لقيتها دلوقتي، شوفوا بقى معايا. تاني يوم بقى يا جماعه لقيت الحمامه دي بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الحمامه دي حمامه هزلانه مش قادره تقف على رجليها، بصوا ما كانتش بتاكل، طبعا انا متعوده انا لما بحط الاكل للحمام بقف قدام الحمام، الحمام يعني كله هجم على الاكل، وهوريكم الصوره برضو دلوقتي هحطها لكم دلوقتي، الحمام كله هجم على الاكل ما عدا الحمامه دي. طبعا انا شكيت فيها، الحمامه دي فيها ايه؟ كنت ماسكاها على طول قلبت اعدي الاقلب اعدي، انتوا شايفين بصوا بقها نظيف ما فيهوش اي حاجه خالص ولا تجبنات ولا اي حاجه خالص. فتحه المخرج عندها اعزكم الله بصوا ما فيهاش اي حاجه نظيفه. طبعا احنا هنعرف ان الحمام ده عنده اسهال ازاي يا جماعه، لو لقينا فتحه المخرج يعني ملوثه كده بالزرق بتاع الحمام هنعرف ان الحمام ده عنده اسهال، ما فيش عندها اسهال. طب الحمامه دي ملا ما فيها، بصوا زي ما انتوا شايفين كده ما فيهاش اي حاجه الحمامه غير ان هي كشه واقفه على جنب. طب صراحه شكيت في ان هي ممكن يكون عندها سالمونيلا. تاني يوم يا جماعة لقيت المنظر اللي انتوا هتشوفوه برضو معايا ده، لقيت الحمام يعني في كام فرد كشين وفي فردين حمام كانوا ميتين، وهوريكم منظرهم دلوقتي. الحمام بصوا الحمام لما سبتها نزلت ماشية ازاي، يعني برضو ماشية هزيلة، لقيت الحمام دول ميتين، بس لقيت حاجة غريبة مع في الحمام ده، الحمام ميت، بصوا لاحظوا ان الحمام يعني عامل دماغه جوه جسمه. تمام، ولقيت بقى فيه بصوا دم في بق الحمامه دي، بصوا الحمامه دي بقها جايب دم. فالصراحه لما وريتها للمهندس اسامه حسين قال لي دي حموضه في الدم، قال لي اوعي تحطي اي حمضيات للحمام، لا خل ولا ليمون ولا اي حاجه فيها حمضيات، امنعي. طيب حتى العلاج اللي هو فيه حمضيات ما تحطوش، لان دي يعني زادت حموضه في الدم. تمام، المهم بعد منها وحطيت العلاج اللي هو قال لي عليه، وجيت عملت بقى شرحت فرد من الحمام اللي ميت ده، وبعتها يعني مش انا شرحت يا جماعه، بعت الدكتور البيطري هنا شرحها. الدكتور البيطري انا كنت شاكه ان هو عند الحمام عنده فيروس نيوكاسل او البراميكسو او اي فيروس من الفيروسات اللي هي منتشره في الجو الفتره دي. فدكتور بيطري قال لي لا ما عندوش اي فيروسات خالص، ما فيش فيروس نهائي متاكد، قال لي متاكد اللي عنده كوكسيديا وبس، كوكسيديا، الكوكسيديا ساعات كتير بتبقى اصعب من الفيروس.
المهم طبعا اديتهم علاج الكوكسيديا 5 ايام، بديهم علاج الكوكسيديا الحمام الى حد ما كانت حاسه. طبعا خلال فتره العلاج بنظف بعقم، بنظف وعقم، ترشيت المكان كله يا جماعه ميه وكلور، ميه وكلور بنسبه 1:1، يعني كوبايه ميه كوبايه كلور، لتر ميه لتر كلور. كنت ارش كل حاجه، شلت كل حاجه عند الحمام. العشه دي انا كنت شايلها من الاول من قبل ما الحمام يتعب اصلا، زي ما قلت لكم لما غيرت الاقفاص، الاقفاص دي كلها كنت شايلها، بس مش كلها يا جماعه، الاقفاص اللي في الارض والخشب والحاجات دي انا شلتها بعد ما ابتديت في علاج الكوكسيديا، لان كل الحاجات دي كنت منظفاها طبعا قبل ما الحمام يتعب. فشلت كل حاجه كانت في الارض بعد ما اديت لي الحمام علاج الكوكسيديا، شلت كل حاجه. الاقفاص دي كانت من الاول، كنت شايلها من الاول طبعا، وبعد كده ايه الحمام تعب طبعا ما لحقتش ان انا ايه انزلها لسه يعني، تمام. بس الحاجات دي كلها كانت كنت شايلها من الاول، والحاجات بقى الخشب اللي انا كنت حاطاه الحمام ما يبيض وراه، كل حاجه كانت في الارض شلتها وابتديت. وكحتنا بقى الارض كويس جدا، شلنا منها الرمل وبودره البلاط الكلام ده. بصوا حتى الحاجات، بصوا الحاجات دي الخشب والحاجات دي كل ده، كل الخشب اللي قدامكم ده يا جماعه انا شلته، كل ده اتشال وحطيته بره واتطهر واتعقم ومحطوط في الشمس حاليا، تمام. فرشت الارض ايه؟ ما فرشتش الارض حاجه خالص الصراحه يا جماعه. انا حطيت فاص للحمام يقف عليها او كراتين للحمام، يعني حط كام كرتونه كده للحمام، كراتين في الارض بيقف عليها الحمام، وحط برده قفصين او حاجه يقف عليها الحمام، وما رضيتش افرش الارض، لان المفروض ان الارض دي تتكحت او تتكنس يوميا وتتعمل وتتعقم بميه وكلور بنسبه 1:1 زي ما قلت لكم. طبعا انتم ملاحظين بقى الاسهالات اللي في الارض. بعد كده بقى الحمام ظنا مني او الحمام ده دخل عليه عدوى فيروسي، لان الحمام في حمام اتروش، في حمام بيلف بدماغه زي ما انتم شفتوا كده اوريتكم خلال الفيديو. تابعوا بس الفيديو يا ريت بالله عليكم، وانتم بتتابعوا الفيديو كده صلوا على الرسول ودعوه حلوه خالصه لوجه الله الكريم من قلبكم ان ربنا يزيح الغم، تمام. فطبعا عرفت ازاي ان الحمام ده دخل عليه عدوى فيروسيه، او الحمام عنده دلوقتي عدوى فيروسيه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا الحمامه دي من الحمام الجديد اللي انا كنت جايباه زي ما قلت لكم، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ما لقيتها كشه كده فعزلتها لوحدها عشان برده ما تعديش باقي الحمام. تعال اوريكم انا عرفت ازاي ان الحمام ده عنده عدوى فيروسيه. الادراك دي يوميا بغيرها وبتتغسل بميه ويود، يود بطل، تمام. الحمام بصوا بصوا الاسهالات اللي عنده ده، الدرج ده بيبقى فيه ميه، الميه دي جايه منين؟ طيب الميه دي للاسف الشديد جايه من الحمام. طبعا الدرج ده انا بقول لكم بغسله يوميا، فده كان انا يعني كنت لسه مغيره وحبيت ان انا اوريكم برده الاسهالات. بصوا بصوا الميه اللي في الدرج، الميه اللي في الدرج دي يا جماعه اسهالات من الحمام، والاسهالات الكتير دي لما تلاقوا عندكم اسهال ميه مع حتت من الزرق بتاع الحمام او البراز بتاع الحمام، ده يبقى الحمام داخل على عدوى فيروسيه او في عدوى فيروسيه بالفعل. بصوا كل دي الحمام كده عنده عدوى فيروسيه. طيب ازاي الكلام ده وانتي قايله بلسانك ان انتي مشرحه او الدكتور شرح وقال ما فيش فيروس؟ انا مش عارفه يا جماعه والله، ان انا مش دكتوره، بس يعني من خلال برضو تجاربنا في الحياه او في تربيه الطيور، الحمام ده ممكن يكون لما مناعته وقعت من المرض فدخل عليه الفيروس، لان الفيروس منتشر جدا في الجو الفتره دي، فممكن يكون برضو دخل عليه الفيروس، لان الحمام ده تعبان بقاله دلوقتي 20 يوم وبدي للحمام كله، الحمام البلدي والحمام الرومي في القطين العلاج زي بعض. الحمام الرومي ما كانش فيه اي حاجه وما كانش ظاهر عليه اي حاجه، الحمام البلدي هو اللي كان تعبان يا جماعه، وكنت بدي زي ما بدي للحمام البلدي بدي للحمام الرومي. بس للاسف الشديد الحمام البلدي ابتدى يتحسن، الحمام الرومي وراه على طول ابتدى يتعب، وابتدت اشوف حالات النافق والحالات اللي هي كشه، والمنظر اللي انتم شفتوه معايا عند الحمام الرومي. الحمام بجد بعد بقى ما عملت له الخلطه دي الحمد لله الحمد لله النافق وقف، بس في حمام مازال كشش. الخلطه دي صراحه يعني كانت بمثابه المعجزه الحمد لله. بس الحمام طيب خليني بس اقول لكم في الاول ليه، لان انا نسيت والله الموضوع ده، ليه انا مش بحط بودره بلاط في الارض، او ليه المهندس اسامه قال لي ما تحطيش بودره بلاط في الارض؟ طبعا احنا عارفين ان بودره البلاط فيها كالسيوم، الكالسيوم بينشط الكوكسيديا، فطبعا قال لي امنعي بودره البلاط او اكنسي الارض كويس جدا، ما تخليش بودره بلاط في الارض خالص عشان الحمام ما ياكلهاش. واللي اكد لي الموضوع ده ان انا لما حطيت املاح معدنيه للحمام، الحمام حصلت له انتكاسه ورجع بعد ما كان كويس، الحمام البلدي طبعا بعد ما كان كويس ابتدى يتعب تاني وبيحصل بقى تزيد حالات النافق، فعلى طول منعت
الاملاح المعدنيه وحطيت للحمام ايه رافع مناعه وحطيت له الف د 3 اهي تمام. المهم ده اللي حصل عندي عند الحمام. دلوقتي بقى احنا في الوقت ده يعني عايزه بقى ايه احط الحمام مضاد فيروسي علشان العدوى اللي دخلت عليه دي. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقى هقول لكم الخلطه اللي انا حطيتها للحمام بالتفصيل وبالمقادير بتاعتها وازاي وقفت النافق عندي، وهقول لكم برده هعمل ايه مع الحمام بعد كده وايه المضاد الفيروسي اللي هنحطه للحمام علشان برده ايه الحمام الكاشش او المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده. هتابع معاكم كل حاجه بالتفصيل، بس معلش انا اسفه جدا ان الفيديو طويل، لكن واجب عليا ان انا كنت احكي لكم كل حاجه بالتفصيل، اقول لكم على الغلطات اللي انا غلطتها وعلى كل حاجه علشان برده ما تقعوش في الغلطه بتاعتي او الغلطات اللي انا وقعت فيها. يا ريت تشيروا الفيديو عشان غيركم يستفاد، وتابعوا معايا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هنتابع مع بعض، هقول لكم كل حاجه بما يرضي الله زي ما انتم متعودين مني. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تشيروا الفيديوهات، لو مش مشتركين اشتركوا علشان يوصلكم كل جديد، وعشان نتابع مع بعض ونشوف الحمام ده ان شاء الله ان شاء الله يعني هنتغلب على المرض ازاي، وان شاء الله نتغلب عليه مع بعض وبامر الله هنرجع اقوى من الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.